سلمى، وبننتقل لمساحتنا الطبية لليوم. تواصل متحورة دلتا إثارة المخاوف بشأن استمرار جائحة كورونا رغم انتشار وتقدم حملات التطعيم في عدد من مناطق العالم، إذ كشفت دراسة طبية بريطانية أن المصابين بالمتحورة يواجهون خطر الدخول إلى المستشفى أكثر بمرتين من المصابين بالمتحورة ألفا. إشارات استفهام عديدة عم ترافق استمرار الفيروس بمتحوراته، فكيف ممكن نحمي أنفسنا ونحمي المحيطين حوالينا؟ أكيد بيسعدنا نرحب بضيفنا لليوم الدكتور نبوغ العوا، وحضرتك اختصاصي في أمراض الأذن والأنف والحنجرة. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الصحة. الله يسلمك. صباح الخير لك دكتور. صباح الخير لكل يلي عم بيتابعنا. يعني من بداية كورونا إلى اليوم أسئلة كثير يوميا يسألها العالم والمصابون والمتعافون وما إلى ذلك. خلينا نبلش بمتحور دلتا والتطور اللي ما زال، يعني نحن من بداية قلنا هو الفيروس المتحور المتطور المستجد، فخلينا نحكي عن آخر المتحورات اللي طرأت على كورونا. هل هذا المتحور الرابع اللي هو الهندي اللي اسمه سموه دلتا عشان يميزوا بين هجمة متحورات. إذا بتلاحظوا أنه عم يجينا فترات من الهجمات المختلفة، وكل مرة عم تجي أقوى من اللي قبلها. يعني صحيح. بلش بمقبول، بعدين أشد، بعدين الهجمة الثالثة كانت بالشتاء، أول الشتاء، بعدين إجا هذا الهندي اللي أصاب الهند وعدد كبير من الناس. هلأ هذا بيتميز مع الأسف أنه حضانته أسرع. هني كانت حضانته شي 5 6 أيام، هون حضانته يومين بتظهر الأعراض. له ولع كثير بالاصابه الصدريه الرئويه، يعني وبيعطي اعراض مختلفه عما الى جانب الاعراض اللي كنا بنعرفها مثل مثلا فقدان الشم والتذوق، عم يعطي اعراض جديده ما كنا نشوفها قبل بالمتحورات السابقه. من الاعراض هي عم يجي بالام عضليه بالظهر، خاصه بالقسم العلوي من الظهر بين اللوحين، هذا بنسميه نحن باللغه العاميه والتاب. فبيجي يومين ثلاثه مع انهاك وتعب، وما بيقدر المريض او المصاب انه يتحرك بسهوله، وبعد يومين او ثلاثه بتصير عنده سعال وحراره، وبالتالي بصير عنده يعني ممكن يبدا بلا حراره، شويه الام عضليه وانهاك، او عم يجي التهاب لوزات. نادر نشوف التهاب لوزات بفصل الصيف، ونشوفه عند شباب عاده. هذا المرض التهاب اللوزات بنشوفه بالشتاء اكثر، وعند اولاد المدارس او طلاب المدارس اللي بيكونوا بيقعدوا بعضهم البعض. هون عم نشوفه عند شاب رياضي قوي او عند رجل، وبفصل الصيف يلي هو نادر يصير في التهاب اللوزات. فبنلاقي التهاب لوزات محمرين محتقنين ملتهبين، المفروض نحن نعطيه علاج خلال يومين يتراجع او بلش يتراجع. بنلاقي بالعكس بعد يومين من اخذه للعلاج عم يزيد ويصير قيحي وتصير حراره اشد وبلش بالسعال، وبنعمل له صوره الصدر بنلاقي البؤر صار في انتشار ضمن الرئه. فاذا الكوفيد او هذا المتحور الدلتا عم يجي باعراض اما الام عضليه او عم يجي باصابات هي. كمان عم يجي احيانا باصابات اذنيه بشويه دوار، يعني عم يغير جلده مثل الحرباء، عم يغير كل مره، عم يعطي جلد مختلف واقوى واشرس مما سبق. فهذا بالمجمل عنه بالنسبه للمتحور دلتا. دكتور خلينا نسال اليوم عن مدى خطورته على فئه الشباب. سمعنا في دراسات عم تقول انه المتحور بيصيب شريحه كبيره من الشباب وضرره عم بيكون كبير عليهم. مزبوط، وهذا لاحظنا انه عم يصيب الشباب اكثر من غيره. الشباب خاصه الشباب الصغيره، يعني من عمر 18 لل 20 22 كان اول يصيب هالفئه بس بنسبه اقل، ويصيب اكثر الكهول والكبار او الى اخره. هلا هذا عم يصيب الحقيقه من حتى اقل من 18، عم يصيب ال 12 و13 و14، خلينا نكون صريحين، بس طبعا نسبتهم اقل، بس عم يصيب الشباب. بتلاقي الشاب الرياضي وجسمه عضلات مصاب بالكورونا، وعم بسرعه عم تتفاعل معه للاسوء، يعني ممكن مع الاسف انه اذا ما لحقنا بالعلاج واستمر هو او لازم العلاج بشكل منطقي عم نضطر ننقله للمشفى. فنحن غالبيه الحالات اللي عم نشوفها عم تكون اول ما نشك بالاعراض دغري عم بلش بعلاج كورونا ولو التهاب لوزات، حتى يثبت العكس. وعم نحطه بالبيت، نعزله بالبيت، اذا التزم غالبا بتعالج او بتجي اعراض مخففه. ما التزم او كانت مناعته ضعيفه، لو التزم مناعته ضعيفه عم نضطر ننقله للمشفى لانه عم تنقص الاكسجه، عم تصير اعراض رئويه من ضيق النفس وما الى ذلك. فاذا نحن امام عدو شديد شرس، يعني عم نحاول قدر الامكان نسيطر عليه، بس بهمنا نحن الناس تتفاعل معنا لحتى نقدر نسيطر عليه اكثر.
يعني دكتور لما بنحكي عن المتحور دلتا وعن الوضع اساسا بخليني اقول منطقه الشرق الاوسط بشكل عام وبلدنا جزء من هذه المنطقه، نحن دخلنا بفتره اللقاح واخذوا الاغلبيه وبلشنا مثل العالم ما بلشت بكبار السن مشان مدى الخطوره عليهم اللي بيكون عندهم امراض مزمنه وخطيره، ولكن دلتا عم بيهاجم الشباب ايضا، ففي كثير شباب ما قالوا انا خلاص يعني اخذت كورونا مره واحده ما عاد يصير لي شيء حتى لو انصبت، بينسى انه في خطوره على الشخص اللي راح ينعدى منه اللي هو ممكن يكون ما انه اخذ اللقاح. نحكي انتشرت دراسات من فتره انه اللي بيكون اخذ اللقاحات بتخف الخطوره عنده خصوصا على كبار السن، وعطوا نسب عالميه استرازينيكا 97 سبوتنيك 95 غيره من اللقاحات، مدى صحة هاي المعلومات وخلينا نحكي على أرض الواقع عنا من خلال الحالات اللي أنت شفتها؟ هلا اللقاح ضروري جدا لأنه ما عندنا مقاومة لهذا الفيروس، ما عندنا دواء فعال وناجع غير أنه اللقاح زائد الوقاية أو الوقاية أول ثم اللقاح. فالترتيب انه نحن هدول مثل ما تفضلت انه النسب اللي عم يحكوا عليها عالميا هي متقاربه، يعني اذا عملنا دراسه لكل انواع اللقاحات الروسي ولا الصيني ولا الاسترازينيكا اللي هو البريطاني او الفايزر الامريكي حتى جونسون اند جونسون اللي هو كمان امريكي، فالهي بنلاقيهم كلهم عم يعطوا نسب تتراوح بين 92 و97، هذا كله شكل جيد، بس يعني ما بدنا نقول والله هذا احسن من هذا. فأسترازينيكا مع أصرت أو صرحت المصحة العالمية أنه يفضل ما نأخذه للشباب لتحت الخمسين لأنه لاحظت بعض الإصابات بتجلط الدم، فلذلك قالت أنه اللي عنده مشاكل قلبية أو عنده شوية مشاكل سكر أو ربو أو ارتفاع بالضغط الشرياني يفضل ما يأخذه إذا كان عمره تحت الخمسين. فهذا بالنسبة للأسترازينيكا خاص، أما بقية اللقاحات ما بتعمل أي شيء، وقت بياخذ اللقاح واحد ممكن يصير عنده ألم بمكان الحقن يومين مع شوية حرارة شيء نص درجة وحطت بدن، بعدين بتراجع كل هالأمور هي. فأنا بنصح إنه ناخذ اللقاح لأنه هو الحل الوحيد للوقاية. هلا بشكل أجسام ضدية بيعطيني حرس على باب عضويتي، وقت بده يدخل الفيروس بيلاقي قدامه في كتيبة من الحرس ما بيتخلخل ضمن البيت ضمن الجسم، هي معنى انه هو بيخفف من خطوره الاصابه بس ما بيمنعها، ما بيمنعها، يعني ممكن تاخذي اللقاح اليوم بعد 3 ايام تنصابي بس تنصابي باعراض مخففه، يعني مثل لقاح القريب مثل لقاح ابو كعب، اي شيء بصير عندك ابو كعب بس مخفف، بصير عندك حصبه يعني بصير عنده حميره باللغه العاميه بس عواض ما يطفح كل جسمه وصل يضل قاعد بالتخت 20 يوم بيقعد له 4-5 ايام وبيرجع بيطيب، الجدري نفس الشيء. فالترتيب انه هذا اللقاح بخفف اصابه، واهم شيء انه بيمنع انك انت تصلي للمشفى للمنفسه، بس يصل واحد للمنفسه يعني رئته تسكرت او قسم كبير من رئته صار فيها بؤر انتشار من الفيروس، هذا صار في خطوره على حياته. فلذلك انا بيمنعني من اصل للمشفى، معناتها انا اعراضي محدوده بتتعالج بالبيت بادويه بسيطه، شويه عزل، شويه فيتامينات، خلصت القصه. فهذا جيد اللقاح. هلا في ناس بيقول لك ايه مدته قصيره، يا اخي ان شاء الله مدته 6 شهور. بنجدده بعد فتره، اذا ضل الكورونا رح يضل الكورونا، فيعني افضل ما انه انا اعرض حالي. حتى المصاب بالكورونا بتعطيه مناعه مده شهرين ثلاثه، بعد الشهرين ثلاثه بيرجع صفر مناعه، يعني ما عاد في عنده اجسام، فممكن يصاب مثل كانه من اول مره. فبعكس وقت انا اخذت كورونا واخذت فوق اللقاح صار عندي مناعه اطول، فعندي جسمي صار اقوى، صار عندي مجموعه اكثر من الحرس اللي على مدخل العضويه تبعه مدخل المناعه، فانا بنصح فيه. وما يقولوا لي هذا احسن ولا هذا، طبعا امريكا وتوابعها مشان تضغط على الاتحاد او على روسيا بما معناه قالت اللقاح الروسي ممنوع والصيني ممنوع، نوع من الضغط الاقتصادي السياسي، لانه يعني بدها تضغط عليهم ما بيعرفوا شو، ونحن ما رح ندخل بهالمواضيع الخلافات بيناتهم، بس الموضوع انه لما كان مفيد اللقاح الروسي، طيب كيف بروسيا اللي استخدموا كلهم اللقاح الروسي تحسنوا تمام وشوفوا صار عندهم مناعه وكسبوا للامام صحه وعافيه، وحتى الصين اللي هي الاول ما بلشت عندهم واعدادهم الكبيره من الناس كمان ضبطوا الفيروس وقدروا يرجعوا لشغلهم وعملهم ومحافظين على صحتهم. فاذا هذا مجرد خزعبلات مثل ما قولوا سياسيه ما لنا علاقه فيها، اي لقاح بناسب موجود متوفر من عن طريق وزاره الصحه خذوه، ونصيحه لازم تاخذوه، يعني ما يقول واحد انه والله شفت بالفيديو انه انا بعد سنتين بدي موت، طلع كثير على الفيديوهات وكلام على الميديا مع الاسف انه اللي بياخذ لقاح
بيصير معه كذا، بيلعبوا بالجينات تبعه، بيتدخلوا على الجينات تبعه، بده شو بيحاول بحطوا له لصاقة شريحة وبتعطي مغناطيس، بيقول ما راح بيطقطق بيزمر. هذا كله فيديوهات معارضة للعلم غير صحيحة، والعالم كله عم ياخده وما في غير هالحل. فلذلك ننصح فيه لأنه ما في قدامنا. وإلى جانب التباعد، لازم التباعد والكمامة، يعني هي وقت التزمنا بالهجمة الأولى للفيروس بالسنة الماضية ومطلع هذه السنة، الحقيقة كتير قدرنا نضبط عدد الإصابات وعدد الوفيات. بالمرحلة الثالثة اللي هو الإنجليزي كان الألفا، ما حد التزم وبالتالي زادت عدد الوفيات، خاصة من الجيش الأبيض اللي هن الأطباء، فقدنا أكثر من 100 طبيب على مذبح الكورونا، وما زلنا إلى الآن ما حدا ملتزم بالكمامة. فهذا يعني الأسوأ شيء أنا برأيي. بتحاكي العالم ما لا مقتنعة، بيقول لك اللي بيجي من الله منيح، اختلفنا اللي بيجي من الله منيح تماما، بس يعني ياخذ وياخذ بالوسائل، ياخذ بالاحتياطات، لأنه هذا الشيء اللي بين إيدينا، وإلا ما عندنا شيء ثاني. دكتور، اللقاحات متوفرة حاليا في سوريا، ولكن أيضا هناك كثير من المقولات وتخوف من فئة الشباب، ممكن عم يقولوا ممكن يسوي تجلطات عند كبار السن، في أشخاص بخافوا يعطوها لأهليهم أنه ما يستحملوا الأعراض حتى لو كانت بسيطة. خلينا نحكي شوي عن الأعراض اللي بتسويها اللقاحات، وفي خطر على فئة معينة أو أشخاص ما ياخذوا اللقاح. هلا الخطر بلش من الاخير، خطر هو للناس اللي عندهم هجمه ربو حاليه او عندهم مرض حالي فعال. هذا ما لازم ياخذ لقاح الا بما يطيب. مثلا واحد عنده ربو، عنده مثلا السرطان عم يتعالج بمواد كيميائيه، عنده تثبط مناعه لسبب او لاخر، عم ياخذ ادويه مثبطه للمناعه بشكل او باخر لامراض معينه، هذا يفضل انه ما ياخذ لقاح ليس ما يشفى من المرض تبعه. اما عدا عن ذلك، الاعراض مثل ما قلت قبل شوي عباره عن وجع مكان الم عند الحقن لمده يومين، مع حراره بسيطه ممكن تكون نص درجه او 6 درجه، عياره يومين، مع ضعف عضلي، تعب شوي عضلي، عياره بالبنادول او السيتامول بينتهي تماما الشكوى منه. اللقاح ما بيعدي، العالم بتقلك اذا اخذت لقاح انا بدي اعدي ابي او امي او جدي، لا، اللقاح عم يدخل عن طريق الدم وعم يصل دغري للجهاز المناعي مشان يحفز الجهاز المناعي عندك. المرض بيجي عن طريق الانف، عن طريق الرذاذ، يعني اذا انا حامل الفيروس وعطست لي شي عطسه، عديت اللي قدامي دخل للانف، هون انا صرت حامل ومعدي، فهون انا بعدي ناس عن طريق العطاس. اما اللي دخل عن طريق الحقن يلي هو عن طريق اللقاح بيجي للدم دغري لجهاز المناعه، ما بعدي لو عطست وقمت وقبلت ابي او امي او، فما بيعمل اي شيء. فما لازم نخاف انه انا اذا اخذت اللقاح روح على شغلك يا اخي، ما بصير لك شيء وما راح تكون مصدر عدوى لاي انسان. فلذلك هي بدنا ننبه للناس انه هذا ضروري مشان ما يتحججوا او يقولوا انا معي. ثاني شيء يا اخي، ما بيعمل مشاكل يعني عالميا، حتى يعني كثير من الناس اخذوا. انا مع الاسف تعقيب على كلام حضرتك، يعني حتى في بعض الاطباء صحيح بيقول لك انا بخاف من اللقاح، ما له مضبوط يعني. فما بالك اذا انا بتناقش، اذا انت الطبيب عم تقولي، فانا ما بعتب على الانسان العادي اللي ما عنده ثقافه طبيه، فانت لازم تكون قدوه لغيرك. بيقول لك انا مالي واثق فيه، مالي يعني ما عنده مبرر غير انه انا ما بخاف منه، مالي ما يعني. هذا الموضوع مع الاسف يعني بس ما له مبرر، اشاعات، وهو بيقول لك اخي ماشي حال، انا بوقي حالي. قد ما وقع حاله بينصاب الانسان، قد ما وقع حاله. اكيد يعني نصائح متعددة، بنتمنى طبعا الكل اللي تابعنا يستفيد من حضرتك دكتور نبوغ، وبنشكرك دائما على شكرا على محاولة يعني التنبيه والتنبيه والتنبيه. والله أنا بحب يعني ننمي العالم بدون ما خوفه، أنتم وسائل الإعلام يعني بتساعدونا أنه شوي نوصل لقناعة أكثر لدى الناس، أولا بالكمامة وثانيا بأخذ اللقاح. يعني إلى الآن ما تلقى غير 4% من السكان سوريا إذا بدنا نحسبها، لأنه وزارة الصحة مشكورة عم تستنى وقت بتجيها الجرعات، أو عن طريق روسيا مشكورة أو الصين أو إلى آخره، أو منظمة الصحة العالمية عم توزعها دغري. كل ما إجت جرعة جديدة أو مجموعة جديدة بتعلن عنها، وهذا الحل العالمي الوحيد اللي قدامنا حاليا يعني كبشر لمواجهة كورونا. تماما، حتى الدول اللي تلقت 50-60% من شعبها لا يزال عندهم إصابات، بس إصابات مخففة، يعني عم يمرض الأسبوع شتيا تمام وارجع على شغله خلص. اما هون عم نروح على المنفسه، يعني هلا مع الاسف كثير اصابات لانه قسم كبير منه مهمل حاله او ما اخذ اللقاح وما اقتنع ياخذ لقاح. فبنتمنى من خلالكم كمان نصل لنتيجه افضل. نعم، الاستهتار هو يمكن اصعب شيء بنواجهه بكورونا. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور، دائما بناخذ من حضرتك المعلومه المفيده والاكيده. لاستضافتكم، شكرا. شكرا لك دكتور.